بالنسبه للقضيه ديال ثمن البوطه، والسيده وزيره الاقتصاد الماليه كانت واضحه البارحه، وانه يمكن ناكد لكم بان بالنسبه لمشروع قانون الماليه لسنه 2023 ليس هنالك اي ارتفاع وزياده في البوطه، بل بالعكس حنا في المشروع ديال الميزانيه تم ضخ كميات عديده من الامكانيات الماليه في اطار صندوق المقاصه باش ان البوطه ما تزادش، بالتالي المغاربه يطمئنوا ما كاينش زياده في البوطه. واش زياده في البوطه السيد الوزير واش غتكون رهينه بالسجل الوطني؟ يعني مثلا دابا عرفتي ما تمشي مراجعه على الضريبه على الدخل بالنسبه للطبقات المتوسطه، لا سيما انكم انتم كتمثلوا. دارت ضريبه، دارت واحد التخفيف، دارت لا تعلق بالإعفاءات تماما، الإعفاءات اللي هو تيساهم تيدخل في اطار ديال التعديل ديال الضريبه على الدخل، هذه مرحله اولى ان شاء الله، وعاد غتجي مرحله ثانيه في مرحلتين اخرى، لان انتم عارفين الظروف اليوم ماليه صعبه، ولكن الاساسي هو انه اولا بالنسبه للمتقاعدين اليوم يمكن نقول لكم بهذه التخفيضات يمكن ناكد لكم بان 95% ديال المتقاعدين ما يبقاوش يخلصوا الضريبه على المعاش، انتم عارفين راه مهم وشريحه مهمه من المواطنين. من جهه اخرى كذلك الطبقات المتوسطه غتستفيد شيئا ما من هذا التخفيض، واللي مهم في هادشي كله هو الناس اللي عندهم 4500 درهم ما يبقاوش يخلصوا الضريبه. الطبقه المتوسطه ثلاثه الامور اساسيه تم القيام بها في هذا الاطار. الامر الاول وهو التخفيف من الزيادات في الاسعار، لان اليوم وانتم عارفين بين الامور اللي ارتفعت على الصعيد الدولي وزاد 70% الى 100% وهو ثمن الكهرباء. حنا ما زدناش في فاتوره الكهرباء باش المواطنين والطبقه الوسطى ما تقاش في القدره الشرائيه ديالها، ما زدناش كذلك في البوطه، ما زدناش كذلك في النقل ديال الطاكسيات، في النقل ديال الحافلات، ما زدناش في نقل المسافرين، ما زدناش كذلك ودعمنا السكر، دعمنا الطحين، الدقيق اللي هو اللين اللي ما كانش مدعم اليوم اول مره بدينا ندعمه وصل 8 مليار ديال الدرهم، هادشي كله الا جينا نحسبوه راه تتعطى للطبقه الوسطى واحد 500 600 درهم في الشهر بفضل هذه المجهودات اللي بدلنا. من جهه اخرى كذلك وقع بالنسبه للموظفين انه كان جوج الامور اللي دارت، الامر الاول وهو انه ترقيه، ان صرفات لهم ترقيه ديال سنتين 8 مليار ديال الدرهم، وغتصرف لهم السنه المقبله 6 مليار درهم اضافيه، والسنه الامكانيه ديال الترقيه كانت 33% 36% ديال الموظفين يمكن لهم تكون عندهم ترقيه، ورفعنا الدخل الحد الادنى الدخل داخل الوظيفه العموميه 3500 درهم، وفي نفس الوقت كذلك رفعنا الحد الادنى للدخل بالنسبه للعمال وبالنسبه كذلك للفلاحه. من جهه اخرى كذلك وقع هذا التخفيف من الضغط الضريبي بالنسبه للضريبه على الدخل، اللي بحال اللي قلت الناس اللي عندهم 4500 درهم ما يبقاوش يخلصوا الضريبه على الدخل، وانما غتزاد ما بين 90 درهم الى 200 درهم في الشهر بالنسبه للشريحه ديال الطبقه المتوسطه.